تتحسبش كده، لكن تتحسب انها منافسة انتخابية. كانت تبدو انها منافسة انتخابية هتكون يعني حقيقية بترشح حسام يعني. لكن هو السؤال الاصعب، هل هو ما كانش عارف؟ يعني هو ده اللي كان سؤال الدائر عند المصريين طول الاسبوع، هو ما كانش عارف التفصيله الصغيره دي اللي منعته من المشاركه؟ يعني هو الفكره انه هو التفصيله البسيطه اللي منعت فريق سامي عنان من المشاركه انه موقفه العسكري الذي لم يحسم، وانه في تصريح لازم يتاخذ عشان هذا الرجل يترفض. دينا خلي بالك.